السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. معكم علاء أمين، أحييكم في كورس مايكروسوفت Azure Infrastructure as a Service. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الـ Availability Set بشكل عملي، وهندخل نعملها ونشوف الـ Configuration بتاعتها مع بعض. إحنا ببساطة شديدة جدا هنروح البورتال بتاعتنا، أنا دخلت عليها من هنا تسهيلا وتسريع في الوقت. هنروح، لو رحنا للهوم هنلاقي الهوم بتاعتنا بالشكل ده، واعتقد ان احنا شرحناها واتكلمنا عليها. احنا النهارده داخلين نعمل availability set، فبالتالي بشكل سريع ممكن نستخدم السيرش بار من هنا، ومجرد ما اكتب كلمه availability هتطلع لي، او جزء من الكلمه هيطلع لي السيرفيس اللي انا هشتغل عليه. انا بختارها من هنا، هيبدا يقول لي انت ما عندكش اي availability set. وبالفعل احنا لسه ما كريدناش ولا واحده، احنا داخلين نكريت نيو. هقول له من هنا اد، او من هنا كرييت availability set. لو نفتكر واحنا بنكرييت اول فيرتشوال ماشين تقريبا كانت نفس الخطوات، فانا من هنا هقول له كرييت، هيبدا برضو يطلع لي البيزك انفورميشن او المعلومات الاساسيه بتاعتها، اللي هي النيم والسبسكريبشن والريسورس جروب اللي هتتحط فيها. فهقول له النيم انا هسميها مثلا ماي availability set بالشكل ده، وانت سميها بالاسم اللي انت شايفه يعني مناسب ليك. تمام. السبسكريبشن بتاعتي انا داخل بالسبسكريبشن اللي هي فري. هنا الريسورس جروب اللي هتبقى محطوط فيها الافيلابيلتي بتاعتي انا ممكن تشوز من هنا. ولو نلاحظ الديسكس اللي انا عملتها علشان احط فيها لما عملنا اد للديسك على الفيرتشوال ماشين بتاعتي، والريسورس جروب اللي احنا عملناها وحطينا فيها الفيرتشوال ماشين نفسها اهي. وممكن كمان ان انا اكريت نيو ريسورس جروب، وقلنا ان احنا علشان عملنا يبقى منظم، فكل حاجه او سيرفيس جديده بعملها ملهاش علاقه بسيرفيس ثانيه، فبحطها يعني ريكومندد، بحطها في ريسورس جديد. انا ممكن كمان اعمل كده واسميها availability او اي في داش ار جي او سورس جروب. ممكن هنا بس علشان مفيش مسافات زي ما قلنا، فبالتالي هعملها بالشكل ده. ممكن اخلي كمان دي كده كابيتال. طبعا ار جي يعني اختصار لريسورس جروب، اقول اوكي. طيب الريجون هتبقى فين؟ هختار برضو الريجون بتاعتي او اخليها زي ما هي. هنا بيسالني عن بيانات احنا بنسمع عليها لاول مره، هي الفولت دومين والابديت دومين. ايه الحكايه؟ قال لي هنا ده عباره عن ايه؟ قال لي ان ده جروب بيبقى عباره عن راكس محطوط عليه الفيرتشوال ماشين بتاعتك. الراك ده ممكن يحصل له عمليه انقطاع عن الكهرباء مثلا، او ان السويتش اللي محطوط عليه الراك ده يحصل له اي دروب داون. تمام. فهنا بيتكلم على مستوى الهاردوير. تمام. بينما الابديت دومين احنا عارفين ان في بعض الباتشات اللي بتنزل مع عمليه الابديت سواء للويندوز كلاينت او الويندوز سيرفر بتتطلب ان انا اعمل ريستارت للماشين. طيب انا هنا لو الفيرتشوال ماشين بتاعتي ديت حصل لها ابديت، الابديت ده من شأنه ان هو يعمل لها ريستارت، لكن الابلكيشن او السايت الويب سايت بتاعي اللي حاطه على الفيرتشوال ماشين ديت لو انا داخل اعملها او لو انا عامل عليها ويب سايت، مش هينفع ان اليوزر من بره لما يكونكت على الويب سايت يلاقيه غير متاح علشان الماشين ديت في حاله ريستارت على مستوى عمليه الابديت وما يتبعها بقى من انقطاع او من ريستارت او من توقف. اوكي، انا هنا اقدر اخلي الفيرتشوال ماشين بتاعتي تتكرر في كام راك؟ قال لي باي ديفولت هتلاقيها عندك اتنين، بس ماكسيمم هتلاقيه 3 لو سحبت كده دي للاخر.
هيقول لي ان اكتر عدد من تكرار الفيرتشوال ماشين ديت ان انا اكررها لك على مستوى الفول دومين هيبقى 3 بس. يعني الفيرتشوال ماشين بتاعتي اللي اسمها في ام 1 هتبقى على راك نمبر 1، راك نمبر 2، راك نمبر 3، وده الماكسيمم بتاعي، بحيث ان الراك رقم 1 لو حصل له اي مثلا انقطاع كهرباء او انه في مشكله عندك هشغلك من الراك نمبر 2 او من الراك نمبر 3، بحيث ان الفيرتشوال ماشين بتاعتك ديت تبقى راننج طول الوقت. جميل. لكن هنا في الابديت دومين بيتيح لي تقريبا 20، خلينا نسحب 20 ابديت دومين. يعني ايه؟ يعني الفيرتشوال ماشين بتاعتك ديت لو انت حاططها على ابديت دومين انا هكررها لك على 20 راك، بحيث ان الراك لما انا ادخل اعمل راك نمبر 1 انا كمايكروسوفت لما ادخل اعمل ابديت للراك نمبر 1 ابديت فيما يتعلق بالسوفت وير او حتى الهاردوير، لو مثلا هابديت هاردات جوه السيرفر او هابديت سويتشات او اي عمليه ابديت تتعلق بالسوفت وير او الهاردوير، تمام، تندرج العمليه دي تحت مسمى الابديت، انا هوزع لك الفيرتشوال ماشين ديت على 20 راك، بحيث ان انت تضمن ضمانا ان الفيرتشوال ماشين بتاعتك ديت هتبقى راننج طول الوقت. يبقى هنا بتكلم على مستوى انقطاع او اي شيء يؤدي الى ان الفيرتشوال ماشين بتاعتي دي ما تبقاش شغاله، وهنا بتكلم على مستوى ابديت برضو يؤدي ان الفيرتشوال ماشين بتاعتي ديت ما تبقاش شغاله. تمام. هنخليها على الديفولت اللي هو تقريبا كان 2 وكان 5. هنا بيسالني طيب الفيرتشوال ماشين بتاعتك ديت هاخدها كاوبريتنج سيستم وكهارد ديسك انت عامل له اتاش، يعني احنا في حالتنا في المره اللي فاتت عملنا اتاش او نيو ديسك وعملنا حطيناه اضفناه للفيرتشوال ماشين اللي هي في ام 1، تمام. فهنا قال لي انا هاخد كل الديسكات اللي جوه الفيرتشوال ماشين ديت. انا ممكن اقول له يس وممكن اقول له لا، خد بس الهارد اللي عليه الاوبريتنج سيستم، تمام. انا ممكن اخليها كده او اقول له لا، فهقول له كريت، هيبدا يعمل كريت للافابيليتي بالنيم اللي انا اخترته. هو هنا خلص الديبلويمنت، ولو عملت ريفرش هتطلع لي الافابيليتي ست اللي انا عملتها دلوقتي اهي، بالاسم بتاعي، بالريسورس جروب اللي انا حاططها، باللوكيشن اللي انا اخترتها. بكده يكون الدرس بتاعنا خلص. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.